يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. أتوجه في البداية إلى عائلة الشهيد البطل رضا الغسرة وعائلة الشهيد البطل محمود يوسف حبيب وعائلة الشهيد البطل عبد الله العجوز بالتبريك والمواساة، وأقول لهم: مبارك هذا الاصطفاء الإلهي لعائلاتكم، وبارك الله في صبركم وثباتكم واحتسابكم. إنني أشكر الله على عظيم نعمه أن تطلع ونظر نظرة كريمة إلى عائلتي فاختار منها شهيدا، وقبلني وعائلتي أعضاء في الجمع المبارك المقدس لعوائل الشهداء. الحمد لله الذي قبل أن أكون مواسيا وعائلتي لعوائل الشهداء المقاومين. في البداية أريد أن أتكلم عن ما وصلني من رسائل للتحدث عن أخي الشهيد مصطفى بالتحديد، لكي أدافع عن الكلام الذي يخرج على الشهيد. وأنا أقول لهم: من أنا لكي أدافع عن الشهيد؟ هؤلاء الشهداء هم جنود الله المجهولون في الأرض، المعروفون في السماء. لا يدافعون عن أنفسهم، بل يدافعون عن الأمة والوطن وقضايا الحق، ولا ينتظرون مديحا لأنهم مجهولون، ولا يردون تهمة ظالم أو كاذب أو مدعٍ، لأنهم مستورون، ولا يدافعون عن أنفسهم لأنهم لا يرون لأنفسهم وجودا خارج معركة الجهاد والعطاء والتضحية. رسالتي أولا لشعب البحرين بكل أطيافه من علماء وسياسيين وأحزاب وحقوقيين ونشطاء وإلى آخره. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. لدي أسئلة للشعب المظلوم في البحرين: من هو أحق بحمل السلاح؟ ابن البلد ليدافع عن نفسه، أو الغريب المرتزق الذي هو سارق خيرات البلد؟ لماذا يكون حامل السلاح في الوطن مرتزق ولا يكون ابن الوطن؟ لماذا مسموح للمغتصبين لوطننا وأرضنا ولا يسمح لأبناء الوطن؟ لماذا تدينون أبناء الشعب ولا تدينون النظام المحتل للوطن؟ لماذا تقبلون بهذا النظام المحتل والمرتزقة والمجنسين إدارة هذا البلد ولا
ولا تقبلون ولا وتمنعوننا من إدارته ونحن أولى منهم، فنحن الأصليين لهذا البلد وهم الغرباء المغتصبين. لماذا عندما يقوم الشباب الأبطال بواجبهم تجاه وطنهم تخرج الإدانات والاستنكارات من كل الجهات ولا نرى إدانات ضد العدو الخليفي المحتل وجلاوزته الذين يقتلون أبناء البلد بالسلاح؟ أليس ابن البلد أولى بحمل السلاح؟ نحن متأخرون جدا، كان واجبنا أن نرفع السلاح في وجوه المحتلين من بداية الثورة. أنا شخصيا لم أسمع عن شعب في التاريخ احتلت أراضيه وجلس يشاهد الأعداء يحتلون أرضه بدون مقاومة. واجبنا اليوم هو رفع كل وسيلة في وجه الأعداء وعدم إضاعة البوصلة، وعلى السياسيين والحقوقيين والعلماء وغيرهم عدم الوقوف ضد المظلوم والمظلومين. ومن لا يستطيع إعانة المظلومين أقل شيء يمكنه فعله هو السكوت. بالنسبة للنظام في البحرين أقول لك، إن كنت فعلا قوي وترى السيادة والقوة اترك السلاح وواجه أبناء الوطن بدون سلاح، ولا دبابات ولا طائرات، وجها لوجه، أو تجرأ على أبناء الوطن عندما يكونون يملكون معدات سلاحية متساوية لما تملك، ونرى من يثبت في ساحة الجهاد، والغلبة تكون لمن؟ أبناء البلد الأصليين أو المرتزقة المجنسين. أما بالنسبة للنشطاء الذين ينشرون مقاطع لأبناء الشعب ويوضحون أن الشعب متباكي مفجوع لفقده أحبابه، فلا نرى من المعيب لنا أن نبكي على الأحبة لفقد أحبابنا، فلا نرى من المعيب لنا ندبة الأحبة. فالزهراء عليها السلام بكت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وجميع المحبين لأهل البيت عليهم السلام يبكون الحسين ليل النهار، فليس ضعف ولا يأس نتمنى منهم عدم مساهمتهم في نشر ما يستغله النظام في كسر عزيمتنا وتحركنا، ونكون كالصف المرصوص نتقدم ونقدم للوطن وأبناء الوطن الأصليين كل العون والمساعدة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.